السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبالف خير ومرحبا بكم معايا على قناه شي وسائل شاري تعليم الطبخ والطرز اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم الزيتون مرقد على الطريقه ديال الام ديالي المهم آه بعد ما جينا من آه من الباديه من الفيرما ديال عمي وجبنا معنا شويه ديال الزيتون وبغينا نوريكم الطريقه كيفاش كدير ليه آه الام ديالي كتصايبو كيف ما كتشوفوا هذا هو الزيتون كحل ابيض مخلط كما كتشوفوا وهنايا عندنا شويه النيس ديال الزيتون ابيض المهم حنا جبنا غير شويه شويه باش نوريكم الطريقه كيفاش كنديروا نصايبوه وعندنا هنايا الكحل الزيتون حتى هو كحل وهنايا راه درت الام ديالي في القراعي كيف ما كتشوفوا من بعد غادي تشرح لكم الطريقه كيفاش غادي دير تصايبو ان شاء الله وهذا الحامض لي سبق لي ودرت معكم شاركت معكم الفيديو الحامض بلدي حتى هو جبتو من الباديه غزال تبارك الله غادي نديروه ان شاء الله توا في الزيتون ونخليكم مع الام ديالي باش نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي دير تحضر لينا الزيتون وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب باش يوصلكم اي جديد القناه وفرجه ممتعه بسم الله نبداو على بركه الله غادي نديرو هذا ان شاء الله غادي نشقو هكا ندير هاكا هكا في القراعي كامل هذا الابيض وهذا حتى هو غادي نشقو حتى هو هكا غادي نعمرو في القراعي النيت بعد ما نسالي هذا الشيء غادي ندوز حل الكحل عندي على جوج ماركاس هاد الماركه هادي تنديروا لها الملح هكا مليحه وتنديروها في الخنشه حتى كطيب نخليوها هكا صحيحه كما كتشوفوا هكا نديرو لها غير الملحه ونخليوها حتى كطيب وطريقه اخرى تنديرو هكا اللي بغى يطيب دغيا تنديرو له هكا هكا كنهرسوه كامل من بعد كنهرسوه كنديرو حتى هو الملحه ونخليوه هذا كيطيب دغيا على هذا الشكل تيطيب دغيا هذا تيتعطل وتيصبر هذا تيطيب دغيا في سيمانه كاع يطيب تاكليه ومن بعد ما نكمل هذا عاوتاني هذا الابيض كنديرو ثاني هاد الطريقه هذه حتى هو تنهرسو وتنديرو في الماء وتحلى دغيا كل نهار غتبدلو الماء كل نهار كل نهار نديرو هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي وهذا اللي رشت اللي دازت في القراعي بغيتي تاكليه دغيا غادي تبدلي لي الماء كل نهار بغيتيه تخليه مده طويله غادي تخليه في الماء ديالو ما تبدلوش الماء ومن بعد ما يحلى ان شاء الله ويطيب نوريكم الطريقه ديال الشرموله ها من بعد ما كملت هذا الكحل ها هو كامل ها هو نتوما كتشوفوا معايا كندير له هكا ما كنضيعوش شويه صافي من بعد ما يحلى انا غندير شويه ديال الكمون شويه السودانيه شويه ديال المعدنوس شويه ديال الحامض واختيار تاع يبقى الانسان راه يحر شويه حر وبغى يخليه شويه ماحرش يخليه حتى يجي زوين غزال كذلك غندير له هذا حتى هو حتى هو عاوتاني بعد ما يطيب حتى هو غادي ندير نيت الحامض وشويه المعدنوس والاعشاب تنديرهم ولكن دابا ما عندي هذا هو النيس انا كما قلت لكم هذا راه عندي مشرد اللي بغى ياكلو غيادي يبقى يبدلوا الماء كل نهار اللي بغى يخليه يخلي في الماء ديالو حتى هو محنت يعطي بغا يديروا له الحامض ونخشوا فيه شي مزيوداس وتاكلو بالصحه والراحه وهذا هو الزيتون ديالنا صافي انتم كما كتشوفوا معي انا كنهرسو شويه بشويه ومن بعد ما نكملوا بالتهراس غادي نديرو في الما ومبقى تنبدلوا الماء ما كل نهار حيت انا باغا ناكلو مزروع عليه يعجبني هكا اخضر كتكون فيه النسمه زوينه ما تنخليش انا حتى كيجلس بزاف مع ديك الشرموله ديالو داك الحامض والمعدنوس تيجي زوين بزاف خلاص هذا تنتقلو شويه باش يخرج منه هذاك المرجان هو وهذا اللي مازال حب ثاني نمولي شويه الملحه ونديروا له شي خنشه عليه حتى مده حتى كيخرج منه هذاك المرجان ديالو وداك الساعه كنخرجوه ونشمشوه ونديرولو له هذاك الشرموله اللي بغينا ونقراو بالصحه والراحه او على العام الجاي ان شاء الله وهكذا غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب باش يوصلكم اي جديد للقناه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله وندير لكم تتمه ديال الطريقه ديال الشرموله ديال الزيتون بعد ما نخليوه حتى يحلى كيف ما قالت لكم الام ديالي وتهلاو في ومع السلامه